أهلا بيك. فيزا المغرب للمصريين، خلينا نتفق إن فيزا المغرب للمصريين صعبة شوية، وإن في كتير من المصريين بيشتكوا من تأشيرة المغرب وصعوبتها وطريقة الحصول عليها من خلال السفارة، وصعوبة التأشيرة. السفارة ليها ورق سليم وبس، أي سفارة مش سفارة المغرب ليها ورق سليم وبس. في أقل من 5 دقايق هقول لك على كل حاجة، إزاي تحصل على التأشيرة وإيه الطريقة المضمونة والسهلة. كمان في التأشيرة الإلكترونية برضه هقول لك عنها، خليك معايا. زي ما قلت لحضرتك، السفارة ليها ورق سليم وبس، هي ما تعرفكش شخصيا عشان تكرهك او تحبك. انت بتقدم الورق السليم بتاعك وبتسيبها على ربنا، وخلال اسبوعين ان شاء الله السفارة بتديك التأشيرة بتاعتك. انت بتتكلم جد؟ السفارة المغربية في مصر في الزمالك، عدد ساعات العمل 4 ساعات، وغالبا بتشتغل 2 يوم في الاسبوع. ليه كده؟ هو كده. طيب بيطلبوا منك ايه عشان تقدم على التأشيرة؟ جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الاقل، عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضة، وتكتب تاريخ التقاط الصورة في الخلفية. فيش وتشبيه. ايوه انت سمعت صح، فيش وتشبيه، ومش هيحصل حاجة لما يكون الفيش والتشبيه حضرتك مقدمه مع الوقت. تأمين السفر وحجز الفندق وحجز الطيران دول لازم تعمله، ودول بيطلعوا عن طريقنا او عن طريق اي شركة سياحة، اي شركة سياحة انت تعرفها. سجل تجاري وطاقة ضريبية ده لو انت عندك عمل حر، لكن لو موظف في اي شركة بتجيب HR letter موجه للسفارة المغربية، في تاريخ التحاقك بالعمل والراتب بتاعك، وانك انت واخد اجازة خلال الفترة دي اللي انت مقدم فيها. طيب انا فريلانسر، انا ما عنديش الورق ده كله. طب خلاص ما تقدمش. ليه ما تقدمش؟ لان في اعداد كبيره جدا والسفاره بيبقى عليها ضغط، فاي ورق مش مستكمل السفاره ما بتخشش في اي مناقشات، بترفض الورق من بابه. فلو حضرتك ما عندكش الورق ده ما تقدمش عشان هتترفض. ليه كده؟ هو كده. كشف حساب البنك لاخر 6 شهور، ولازم يكون فيه مبلغ محترم. خلي بالك المغرب صحيح العمله بتاعتها قريبه من العمله المصريه، وبالتالي الاسعار فيها بتبقى رخيصه، لكن على الاقل لو انت هتقعد اسبوعين فانت كل يوم هيكفيك فيه 100 دولار، انت بتتكلم في حوالي 1500 دولار تقريبا. مهم ان حضرتك تعرف ان في بعض العملاء كانوا بيقدموا دعوه من المغرب على اساس ان هو يستعيد بيها عن حجز الفندق، ان حد هيستضيفه هناك، بقت تترفض، حاليا بقت تترفض. فالمفروض ان حضرتك بتجيب حجز الفندق ولازم يكون معاك الابلكيشن او نموذج الطلب، وده متاح في السفاره، حضرتك بتملاه هناك ولازم توقع عليه. طيب قصه التاشيره الالكترونيه، عشان الناس بتسالنا كتير بالنسبه للتاشيره الالكترونيه. التاشيره الالكترونيه بتقدم من الموقع اللي هيطلع لحضرتك على الشاشه دلوقتي، بتقدم المغرب تسهيلات للدول اللي انا هقولها لحضرتك دي على اساس انه يحصل على التاشيره الالكترونيه. وكمان لو حضرتك مصري ومعاك تاشيره شنجن فممكن تقدم على التاشيره الالكترونيه، او معاك تاشيره امريكا ممكن تقدم عن طريق التاشيره الالكترونيه، صالحه لمده 180 يوم من تاريخ الاصدار، وليك الحق في الاقامه داخل دوله المغرب لمده 30 يوم كحد اقصى. وحددت السلطات المغربيه تايلاند واسرائيل من الدول اللي ممكن تقدم على الفيزا الالكترونيه، والمقيمين في دول الاتحاد الاوروبي مهما كانت جنسيته. يعني حضرتك لو عندك اقامه في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي من حقك تقدم على التاشيره الالكترونيه. الولايات المتحده، استراليا، كندا، ايرلندا ونيوزيلندا مسموح لهم كمان بدخول متعدد، تاشيره صالحه لمده 180 يوم دخول متعدد. لا قدر الله لو في رفض، السفاره ما بتقولكش على اسباب الرفض، لكن غالبا بيبقى عدم اكتمال البيانات اللي احنا قلناها لحضرتك من شويه. لازم تكون البيانات واضحه وبالشكل اللي احنا قلنا لك عليه، وبس كده. اه والله بس كده.